بسبب تفتت الأحجار والرطوبة والأوساخ، تتعرض أجزاء البدن السفلي من المركبة إلى تآكل متزايد، كما يبدأ البدن في الصدم، لا سيما في المناطق المكشوفة والحواف المعدنية. وتعمل منتجات حماية البدن السفلي وإحكام التجاويف من ليكوي مولي على درء خطر الصدأ الشديد وضعف مكونات معينة بسبب ذلك. نحن نقدم مجموعة واسعة من منتجات حماية البدن السفلي على أساس شمعي أو بيوتيني أو ذات أساس خال من البيوتين أو الترانج الصناعي، وتضمن أدواتنا المصممة خصيصاً معالجتها بالشكل الأمثل. قبل البدء في استخدامها، يجب تنظيف بدن المركبة السفلي من أي أوساخ، فضلاً عن بقايا الزيت والشحوم بواسطة نفاث تنظيف عالي الضغط. ثم يترك البدن السفلي ليجف. وفي حالة وجود أي صدأ على المناطق المراد معالجتها، يجب إزالته قدر الإمكان. وبمجرد تجهيز السيارة على النحو المطلوب، قم برفعها من المواضع المخصصة لذلك. قم بفك العجلات الأربع، ثم قم بتغطية جميع المكونات التي لن تطلى بمنتج حماية البدن السفلي، مثل نظام المكابح وماسورة العادم وعمود الإدارة. ارتدي معدات الحماية المناسبة المكونة من زي العمل والقفازات والكمامة والنظارات الواقية. الآن اختر منتج التبطين ليكوي مولي الصحيح ورجه جيدا لمدة دقيقة على الأقل. افتح قفل السلامة واربط العبوة في مسدس عبوة الهواء المضغوط أو المسدس الفخار. أوصل مسدس عبوة الهواء المضغوط أو المسدس الفخار بخرطوم هواء مضغوط مناسب، ويجب أن يتراوح ضغط التشغيل بين 2 و6 بار. في درجات الحرارة أقل من 15 مئوية نوصي بتدفئة العلبة قبل المعالجة. ضع البطانة على الأسطح وحط الأسطح المتحركة وفي العديد من الطبقات الرقيقة. تأكد من تغطية الحواف وتداخل الأجزاء المعدنية بالكامل. وفي منطقة العتبات الجانبية أو المئزر الأمامي والخلفي، ضع واقي الأحجار من ليكوي مولي. باستخدام مسدس علبة الهواء المضغوط الخاص، يمكن وضع المنتج على الهياكل السطحية المختلفة من خلال تنظيم إمداد الهواء في براغي التهيئة ذات الصلة. ومن أجل إتمام الحماية من التآكل، ينبغي أيضاً حماية العديد من تجاويف المركبة التي يمكن أن تتآكل مع مرور الوقت. ويتناسب واقي التجاويف بالاشتراك مع مسدس علبة الهواء المضغوط لمعالجة التجاويف خاصتنا لهذا الغرض بصفة خاصة. لعمل ذلك، افتح قفل الأمان واسكب واقي التجاويف في عبوة الألمنيوم الخاصة بمسدس علبة هواء المضغوط لمعالجة التجاويف، ثم أوصلهم بخرطوم هواء مضغوط مناسب. ولاحظ أن ضغط التشغيل يجب أن يتراوح بين 2 و6 بار. ثم انتقل إلى تجاويف المركبة ذات الصلة. وضع واقي التجاويف على نطاق واسع بمساعدة الخطاف أو أنبوب النايلون المرن. تأكد من تغطية الحواف وتداخل الأجزاء المعدنية بالكامل. وهنا أيضاً، عند درجات الحرارة أقل من 15 درجة مئوية، نوصي بتدفئة العلبة قبل الاستخدام. بعد الانتهاء من العمل، أزل جميع الأغطية وركب العجلات وفقاً لمواصفات الجهة الصانعة واخفض المركبة مجدداً. قبل إعادة تشغيل المركبة، انتظر فترة التجفيف المنصوص عليها في صحيفة بيانات المنتج المعني. تم إعداد المنظف والمجفف خاصتنا بطريقة مثالية لتنظيف عبوة الهواء المضغوط أو المسدس البخاخ. وإذا استخدمت علبة الأيروسول، قم برش ما تبقى من محتواها بالمقلوب بعد الاستخدام. أصبح بدن المركبة السفلي الآن محمياً تماماً من المؤثرات الخارجية، وبفضل المنتجات المناسبة من ليكوي مولي، لن يحظى التآكل بأي فرصة بعد الآن.